الماضي سارة لالام. أهلا وسهلا. تربتي مرحبا. كملوا معنا مرحبين بزين الشباب رضا اللاعب. أهلا وسهلا سمير عبدون. رمضانكم كريم، صحة فطوركم، مرحبا بكم. سمير عبدون عرفوه الناس كثير في الكثير من الأعمال، من السيت كوم، من الضحك والفرجة للأكشن للدراما، وهذا العام غير كل الخط. هذا العام دخل تجربة جديدة، أظنها جديدة، هو راح يحكي لنا عليها لأنكم راح تتابعوها في الشهر الفضيل رمضان المبارك. مسلسل ديني، هو راح يحكي التفاصيل، صح سمير؟ السلام عليكم، شكركم على الدعوة. يشرفني أن نكون معكم ونكون مع الممثلنا القدير. أهلا وسهلا. بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يعني تحياتنا الحارة، وإن شاء الله نتمنى رمضان كريم مبارك لكل الشعب الجزائري خاصة والأمة العربية والإسلامية عامة. فيما يخص العمل فيه العمل الجديد، يعني خدمت بزاف اعمال. من بينهم هذا اللي لا تي ان بو ديفيرون بارابور اوز، سما مختلف على الاخرين، يعني هو بالعربيه الفصحى. ايوا سي 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 افيك ان اراب ليتيرير، واسمه رجال الفرقان، للمنتج محفوظ عكاشه، اللي نسلموا عليه ونقولوا تحياتنا ليك. والمخرج يعني هو من انتاج التلفزيون الجزائري، أكيد. واخراج المخرج السوري خالد الخالد. هو عمل في تعاون مشترك، في تعاون يعني. عمل مشترك يعني. أيوة. بين جزائريين وسوريين، يعني احنا كنا ادينا دور البطوله انا والاستاذ محمد شلوش، بوجاجه، زيطوط، يعني نسلم عليهم طبعا. نسلم عليهم من هذا المنبر. كانت تجربة يعني أولى بور موا، سيتي اون بروميير بور موا، مي سيتي تري انتيريسون على خاطر الإنسان، خاصة الفنان، يعني الفنان ما لازمش يكون متقيد، يحصر نفسه في ما لازمش في لون يتقيد واحد، بطبع واحد، ما لازمش يتقيد بأن سول ستيل كما يقولوا. مانيش عارف سارة، إذا كان حالك من حال سمير غيرتي الدور، تعودنا عليك هذيك الإنسانة المسالمة البسيطة في المسلسل الماضي، واش هو جديد هذا العام؟ Alors avant tout, صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Donc pour revenir le rôle, c'est vrai qu'il y a deux ans خدمت أصار الماضي الجزء الأول. كان دونك في أوتون دراما avec باشو السلامي رياليزاتور et زهرة العجامي سيناريست. Cette année, je renouvelle l'expérience. فيوتون جديد، حب في قفص الاتهام، انتاج تلفزيون جزائري، و دونك تو لي دو سي لو ميم ريجستر، اون ريست دون لو دراما. اي اسكو جي شانجي دو بيرسوناليتي دون لو رول؟ وي وي مغاير بدل، سي تادجير كو sauf que enfin la différence بين نورهان وياسمين، سيت اني جو جو ياسمين، اي كو ياسمين اي بلوز اجي. Donc, elle prend des décisions plus mûres, on va dire. Voilà, et surtout plus difficiles. Donc, c'est une fonceuse en quelque sorte. Et d'ailleurs, c'est ça le problème de le feuilleton, c'est que j'ai foncé pour un truc difficile, en quelque sorte. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va voir cette année. Nous vous voyons, nous vous suivons, et bien sûr, nous vivons avec vous les histoires que vous avez montrées. Bien sûr, pendant le mois de février, et les histoires que vous allez vivre. ليه والسمير والسارة والنجوم كثار، المزيد من النجاحات، هكذا يفرجونا
وطبعا يمتعونا من رمضان لرمضان وحتى يعني من غير رمضان طبعا. ايوه هذا واش حبيت اقول. أيوة. اكد ان شاء الله يقوى الانتاج ويكون انتاج غزير يعني، بس كان مواهب وكان طاقات كبيره يعني في الجزائر. لي جون الجزائريين ميم اللي حاضرين هنايا عندهم ان بوتونسييل امبورطون، عندهم يسون بوغي طالون، مواهب يعني كبيره يعني. الانسان ان شاء الله تكون يقوى العمل. بدينا نكتشفوا وجوه جديده من شباب سمير عبدون، سارة وغيركم من الشباب اللي نشوفوهم في المسلسلات التلفزيونية نقول. نتمنى إن شاء الله كما قلت أنت تفتح الأبواب واسعة أمام الجميع. حبيت نوقف شوية مع لابوندانونس تاع المسلسل الجديد قفص، حب في قفص أو الاتهام. حب في قفص الاتهام لسارة. يلا نشوفوا مع بعض. راني حابة لفتة على زواج تيجي خلاص دكتور روحي روحي قبل ما يرجع لي. يفيناك فينا ما تزلناش المشاكل. تعذبي لحد بركي ما تنساش باللي ياسمين تحب قبل ما تروح لامريكا. انا كلمك جا خطبني ما كلش على بالي بلي راح يديرها. كاين ناس ما يقولوا بلي انا شايفاتو كي خويا. كلمك حكينا في هذا الموضوع وفهمتك. ما تعنيش القرايه هنايا ماشي كيما لهي. هنايا عندنا الحرمه ديالنا وما لازمش نتعداو عليها. أنا ما كانش. يعطيكم الصحة جمهورنا حاضرينا والمشاهدين معنا، ممتاز ما شاء الله عليكم، شديتوا انتباهنا. ونحبوا كثير في رمضان نعيشوا قصص من الواقع الجزائري وممثليها الجزائريين، لأنه مهما كان الممثلين الجزائريين يلتزموا العادات والتقاليد، فحابين نكسبوا المشاهدين في هذا الشهر وما بعد شهر رمضان. علاش لا نستهلكوا جزائري حتى في المسلسلات. ان شاء الله. دونك باردون لاسكو فو افي فيو سو سون كو دي اكستري. دونك عندنا 30 حلقه. سي ان فيتون جو بو دير كو نورمالمون اي فا فير ان شاء الله ان غران سوكسي باسكو سي اون تري تري بيل استوار. تكنيكمون اي سوبر بيان في دونك لا رياليزاسيون غراس ا ليكيب تكنيك اكسيتيرا. جو بونس كون ا اون بون برودكسيون. الله يبارك. جيسبر ان شاء الله هو فرنسا يعجب الجمهور الجزائري ان شاء الله. نعتبرها شهاده منك. واش قلت لي درك في الكواليس وانا وياك؟ واش قلت لك؟ عجبك؟ وي شبه عجبك؟ وي اها لقطات اكشن حكايه. ما شاء الله مليح. لا ما شاء الله. طيب. ان شاء الله يكون ماشي غير هذا المسلسل يعني، يكونوا بزاف مسلسلات نخدموا يعني، ما كاش كيما تكون فيه استمراريه. ايوه تكون في استمرارية يعني، العمل ما يكونش محصور غير في شهر رمضان يعني، يكون استمرارية ودراما تكون كبيرة كما خدمنا في الأول. كانوا يعني مسلسلات على طول العام، خدمنا مع جمال فزاز الله يرحمه، مع الامتحان الصعب، ربيع الأسود، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك إن شاء الله تعاودوا لي هذيك ليبوك ونعاودوا نولوا المستوى هذا للذروة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. في رمضان سمير عبدون يتفرج على روحه ولا يتفرج على غيره؟ نشوف شويه من كلش باش نعرف نكون على باج يعني، باش نكون على باج بوغ اتخ على باج لازم تشوف شويه من كلش باش تعرف اكزاكتومون وراها واش كاين كوم سيتكوم، واش كاين كوم دراما، واش كاين كوم يعني. ان شاء الله الاعمال هذا العام ان شاء الله راهي متنوعه يعني، كاين دراما، كاين تاريخي يعني بالعربيه وداروه جزائريين يعني، هذه حاجه مليحه لنا يعني. هذا يعني زدنا خطوه للامام، وحنا ماذا بينا نعملوا كل ما في وسعنا باش نمدوا الاجمل للشعب الجزائري للمشاهد الجزائري. سارة قبل ما نرجع لضيفي العزيز علينا اللي ضحكنا ما شاء الله عليك. الله يحفظك بلمزي يا العمل. حبيت نعرف سارة بعد ما تكملي العمل، وطبعا عمل ياخذ منك وقت كبير،
مانيش عارف إذا كان فيه رجعية صدى ولا مراجعة للدور نتاعك من بعد، تشوفيه وحدك، تشوفيه مع العائلة، مع الصحاب، مع الأحباب، تحبي تسمعي الملاحظات والانتقادات؟ Bien sûr, après un travail comme ça, donc celui-là nous a pris 4 mois de tournage. Oui, alors je regarde en Ramadan, je regarde tous les programmes, même le nôtre, bien sûr, je vais voir les défauts, etc. Je le regarde la première fois avec la famille, etc. Donc j'attends les critiques t'as le public, c'est très important pour moi. Et souvent, tout le feuilleton, j'essaie de le revoir sur Internet. Donc pour voir les détails belles qui m'ont échappé durant la diffusion pour me corriger pour les fois prochaines. Sarah tu vois, tu صحح نفسها. Amin Moussaoui يشوف باش ينتقد. صح؟ كل حالتكم سهله الدعوه الكريمه هذه بارك الله. اهلا وسهلا بك. ريحت ارتحت؟ قاعده حلوه في المستوى الله يبارك. الله يهنيك. احنا كما كان يقول خويا سيمين نفرجوا لازم نفرجوا باسكو سي نوت ميتي كما نقول لك لازم نفرجوا باش نديروا ريشيرش. انا لو كل هالبوكو باش في الفكاهه ولو اني نحب الادوار لي رول دو كومبوزيسيون. فنان عملاق وليد البيار غنى لكثير من القصائد الشعبيه، يعزف بزاف مليح على الموندول. حبيناه في واحد الغنايه يسموها اشداني الغرام. يا اندرا اشداه جالينا، واش راح يشوف في هذه الحصه؟ خليكم معنا مرحبين في هذه اللحظات بالفنان القدير يوسف تضحى. اهلا مرحبا 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 بك. معنا في هذا الشله طيبه ان شاء الله. ساره ما حدثش وعشتي هكذا مقالب حكايات مازال نو مازال كوم هذا وين بديت دونك مازال ما داروش الكاميرا كاشي مي جو سي با تولهوا بها ايوا جو سي با مي جي لامبريسيون كو لو كان نبدا نحس باللي كاينه حاجه كي فا با جو سي كو جو في غاردي مون كالم جو بونس با qu'on pourra m'avoir. Je sais pas. C'est ce que je me dis pour l'instant. Balak le canidro halin. Jamais ma tahsi. Huma ils font tout باش ما تحسيش. Ou tma li ydek btiqa. Pardon parce que des fois il y a des mauvais acteurs. Parce que moi je suis sûr le kan kharj li comme tout à l'heure ou jaibki. J'aurais compris que il y a un truc qui va pas parce que c'est pas normal. Non, il y a des mauvais acteurs. خلينا علاش قلت قريب بكيت معاه خاطر داه انسان مسؤول داه زيرو وردو وقال لي بلي تهلا فيه بالك راه في كونكور احنا نوظفوهم. C'est vrai que c'est difficile sur place de faire tout est calculé voilà voilà scénario هي السيناريو اللي كانت كان المقلب محكم مدقين فيه لكن حذاري معنا امين مساوي ما نضمنش راهو حاضر ما نضمنش عموما يعطيكم الصحه مواصلين في سهرتنا عندنا واحد الحكايه ثاني دوكا حابين نعيشوا من خلالها الجمهور الكريم اللي راهو يتابع فينا وكذلك نختبروا الذاكرة والمعلومة نتاع الضيوف نتاعنا متواجدين ومحضرين فيسكم ونبداو نجربوا ونحاولوا ونسمعوا مع رفيق أولى المقاطع يندرى واش من مقطع راح يسمعنا رفيق رفيق ميجيري مول ديزني واسمه بيبي باد سارة نقار الخشب نقار الخشب يلا 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 مازال مازال يلا يلا عطونا اسم الصحيح يا جماعة توم جيري نو أنا توم جيري أي جاي الدلا ثم سنونا سنونا ثم أنا جايينكم من هنا كويوت كويوت هلا جميل كويوت فوالا كيوت برافو سمير نسمعوا رفيق المقطع الثاني معاك يلا تاكسي مجنون اها تاكسي مجنون عطونا العنوان تاكسي مجنون تاكسي مجنون هكذا يلا 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 تاكسي مجنون يلا سمير سارة تاكسي ماشي مجنون ايه لا الكاميرا كاشي اللي موراها ماشي تاكسي مجنون يلا يلا تاع مورا تخان بصح سمعونا سمعونا راحت عليكم ما زلنا 1-0 نمشيو للمقطع الثالث رفيق لازم قال لي زيو امتحان صعب امتحان صعب امتحان صعب
في سيرة يا مسار يا مسار والدمع تعزف أوتار وحنا قلت لكم في عشرة يا جماعة زيد طيب واحد واحد ببينالتي لا هاد المرة حاب نسمع شيوختنا اللي راهم حاضرين معنا ياندرا واش عندهم معلومة ها سمعنا مشاركة تاعك وشوف ترى تعرف الفيلم ولا لا رفيق لا لا برانكي و اسبكتار بوب حريق يلا 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 رحل اي جنوب. جنوب رحل جنوب يلا 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 زيد سمعنا ويشد رفيق سمعنا شويه رفيق لا يلا نكشفوا الستار عن هذا الفيلم خذ ما عطاك الله ايوه خذ ما عطاك الله وي يبدا دايم الله شفيت عليها دايم شطحتها ولد ما حبش انا خليها ولو انه معروف عليك انه ذاكرتك قويه يعني ذاكرتك قويه يعني او هي العنوان ديالها خذ ما عطاك الله فيلم خذ ما عطاك الله يا فلان يا لا ترغم مرغوبه ايوه شفيت عليها ليله سيتي ما زلنا واحد واحد اخر محاوله شكون اللي راح يفوز ف يلا رفيق حكايا وحكايات جمعي فاميلي وحده وحده برافو يا صح هما راح يسمعونا شكون يا جماعه شكون شكون اسقره شكون ليش التحكيم ليش التحكيم يلا يلا اعطونا الاستجابه وين زوج هذا ايوه هاي الهضره هاي جماعه رانا في رمضان رانا في رمضان شر الرحمه شر البركه تقسموها واحد واحد راكم مقنزين يعطيكم الصحه برافو عليكم بكل روح يعني هكذا هي الاجواء في سهرتنا 100 في الساعه طبعا ما بقاش كثير من الوقت حبيت نختم نسمع كلمه كلمه سمير مازال في اعمال في رمضان باش الناس ان شاء الله ما تنساش ان شاء الله كان اون سيري اسمها سفر في الخيال يعني هي حكايات وكل يوم موعظه فيها سيري كيف باسي رمضان ان شاء الله وان شاء الله مازال كاين مشاريع وان شاء الله ربي يوفقنا يخلي لنا صحتنا باش نمدوا دائما الاحسن للجمهور هذا اللي يستاهل كل شيء وللشعب الجزائري خاصه باش نكونوا على مستوى في حول مستوى الذوق ديالو والتطلعات ديالو إن شاء الله يا رب هذا هو المطلوب أمين مساوي اللقب صح أنك حققته اليوم المحافظة عليه تطلب مجهود مانيش عارف إذا راح تفتح لك آفاق جديدة إن شاء الله بإذن الله الجزائر كانت تجربة لي إن شاء الله باش نمثل الجزائر في سويسرا إن شاء الله إن شاء الله ما عندي خدمة كبيرة في سيدي روشاش والتكس راح يكون في فرنسي برافو إن شاء الله بإذن الله نكون في المستوى المطلوب إن شاء الله بكل تواضع على كل حال وإن شاء الله بربي عندي مع جمازيرك جي في اللي جات في قهوة القسطورة كما أقول لك أنا لدينا ديال ريشيرش خدمنا أنديو راح نجوزو به لا تورني في رمضان إن شاء الله اللي نبلغ له سلامي الحار ونقول له جمال أي لوف يو نحبه بزاف باسكو جمال صديق وأخ الله يبارك صديق وأخ لي الحمد لله يا ربي لقانا المكتوب على كل حال وعندي أن بودكاست معايا يعني خدمت مع دي بودكاست وكان الشرف كذلك وين خدمت نسيتكم وكان سامي العبدون كان يعني الله يبارك تلاقينا مقبل على كل حال وان شاء الله بربي يوفقنا كاع كيما ان شاء الله يا رب المزيد من النجاحات ساره سندريلا الشاشه الجزائريه ها واش جديد ان شاء الله alors déjà حب في قفص الاتهام je pense que c'est déjà un très gros feuilleton ان شاء الله j'attends de le voir tranquillement et مرمضان مربي ان شاء الله ان شاء الله et je profite pour remercier la télévision algérienne qui a fait un très très bon travail un très gros travail aussi merci à tous les acteurs toute l'équipe de réalisation l'équipe technique etc et je pense que ça va être un bon produit pardon ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله فنان محمد
حلمي بروحه المرحة دائما حاضر معنا وفي قلوبنا. شكرا لكم انتما اللي حضرتونا حتى لهذه الساعة. اتمنى ان شاء الله كنا متعناكم وسليناكم. اتمنى تسناونا وتلاقونا في يوم الخميس الماجي دائما في نفس التوقيت. اكيد البرنامج هو 100 ساعة مرة اخرى بالحب. خليكم معنا يلا تحقوا بالبلاتو على خير. فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور. Jour après jour un monde d'amour tes Célia bienvenue meilleur de moi bienvenue.